تكلمنا مع اللاعبين باش نساوها ونفكروا اكثر في اللي جاي. اللي جاي هو بارادو صح، يعني فريق لا باس به، فريق محترم، نحضروا له كما ينبغي، ما نطيحوش في فخ الغرور بقدر ما نتفائل بتحسين اوضاعنا، نتفائل بتحسين يعني امورنا التكتيكيه. وي بيان سور يعطينا دافع معنوي كي تربح على الاكستيريور مع كونتر اون بون ايكيب دو سي اس سي، يعطينا حافز معنوي باش نزيدو نخدمو باش نزيدو نفرحوا الانصار تاعنا في المقابله الجايه. الان دروك لازم ننساو لا فيكتوار، نخمو في المقابله المقبله ان شاء الله امام نادي بارادو. اللي ما تعرفش نادي بارادو طبق كره جميله، وحنا ان شاء الله نحضروا معنويات مرتفعه ان شاء الله من اجل تاكيد الانطلاقه الجيده تاعنا ان شاء الله.